معاكم ابو نواف عايض الشيخ احمد بن احمد عايض من قبائل مسور خوان 24/11/2017 تقبل. ايوه التقينا بالشيخ عبد الرحمن المروري الاخ الصديق الوفي في قضية خوران المخيمة عصب الجرف المقتول من الامن المركزي عساكر في النقطة. قضية مقتل علي طلال الجرف من ابناء خولان مسور على احد الجنود ال احد جنود الحظر حظر يعني الابناء المركزي في نقطة دار سلم. وسبق القائد وان جاء الحكم في الموضوع واحنا الان بنحاول مع المشايخ لعلنا ان نوصل الى حل والله يطول الناس كلهم. والظروف الان يعني ظروف استثنائيه ينبغي الناس كلهم ان يتجنبوا الايمان الصراعات وان شاء الله نصلحناهم قد وصلنا الى بعض الحلول الاوليه التي سنقوم بعضها يعني لرفع المطرح من ضمن الراي الاخوان المشايخ احمد بن عايض احمد ديبان الذهاب الى المشايخ المعنيين فيه من ابناء يعني قريه المجنى عليه وعلى اساس نحن نقدم اللي هم الجرف والجمالي ياسر الجرف والعميد محمد الجرف على اساس انه نطرحهم في وفقا للسنه والصايف في 10 بنادق وهما ما جرى على السلف والعرف منها يعني اربع تحت مسمى دف واربع اخرى يعني فروع دم وتنترف على المطرح ونجنب الناس الشر والقضيه تاخذ مجراها ولا بس انه ابناء القبيله يفعلوا يختاروا لجنه تابعه التحقيقات وتاكد من صحتها وسلامتها. محمد الله عليك.